يقول حفظكم الله، لقد انتشر في بلدنا التشيع والنصرانية، فبماذا تنصحوننا ونرجو الدعاء لنا في الجزائر أن يرفع الله عنا هذا البلاء؟ عليكم بالدعوة إلى الله والبيان والتحذير من ترك السنة إلى التشيع، ومن ترك الدين الإسلامي إلى النصرانية. عليكم بالدعوة إلى الله والبيان للناس، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى.